تشوفها تاني من الزاويه دي تبان احسن. مخرجنا احمد الهون اهو اهي حاطط ايده ورا ظهره، انما الكوره جت في ايده اهو، الكوره جت في ايده اهو، مسافه قصيره يعني فيها كلام مش احنا اللي نحكم عليه يعني. شوف في استاد النيل طبعا النهارده مع الزميل طارق رضوان التعليق على هذه الكره، لكن هي حلاوه اللعبه ديت في اللمسه الواحده اللي عملها احمد سمير. هنشوف احمد عيد وضربه الجزاء، هل في ضربات جزاء في الملاعب الاخرى؟ احمد عيد وتيجي في الايه وتخش. الهدف الاول لنادي الزمالك هذا الموسم بتوقيع احمد عيد. يا احمد عيد حطها ايه زي البلياردو، تيجي في القايم اليمين وتخش شباك مرمى النادي المصري.